ده تقراها من جديد بشكل سريع. يقول الشاعر الأستاذ عبد العزيز الخديدي: تربعت في عرشك يا ابو لافي اليوم، بنيت العريش وكل طيب انت تجيبه، ولا هي غريبه وانت من طيب القوم، طموحك بعيده والبعيده قريبه، رقيت النخل تجمعت ميره من اليوم، كريما وراعي الجود ياخذ نصيبه. صح لسانك والله يا استاذ عبد العزيز، والله يبيض وجيهكم يا خليني اتكلم. سم تكلم خذ راحتك والله يبيض وجيهكم اليوم يا عم يا اخواني.